بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض لسن 2 في يونت 1 من كتاب المعاصر. هنشرح الدرس الثاني في الوحدة الاولى من كتاب المعاصر. هنشرح بارت 1 في لسن 2. بارت 1 يعني الجزء الاول. الدرس الثاني جزئين ان شاء الله. هنشرح في الفيديو ده الجزء الاول، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنشرح فيه الجزء الثاني بارت 2، علشان الدرس طويل شويه. هنشرح النهارده الجهاز الهضمي، والفيديو اللي جاي هنشرح فيه الجهاز التنفسي. هنبدا اول حاجه النهارده يا حبايبي بالجهاز الهضمي. وقبل ما نبدا في شرح الدرس، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. ولو عايزين اي حاجه يا حبايبي اكتبوا لي في كومنت. ونبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا درسنا النهاردة عبارة عن ساينس. ساينس يعني علوم، يعني الكلام ده هتدرسوه في مادة العلوم في سنة رابعة برضو، عليكم في مادة العلوم. درسنا بعنوان The Digestive System، يعني الجهاز الهضمي. The Digestive System. Look, listen and repeat. انظر واستمع وردد. هننظر إلى الجزء اللي بنتكلم عليه في الجسم، وهنقول الكلمة وترددوا الكلمة ورايا. ولازم تبقوا عارفين كل شكل في الجهاز الهضمي اسمه ايه، تبقوا عارفين مكونات الجهاز الهضمي، كل جزء من الجهاز الهضمي تبقوا عارفين اسمه ايه. لازم تبقوا عارفين يا حبايبي كل جزء في الجهاز الهضمي اسمه ايه، شكله عامل ازاي بالظبط، ودوره ايه في عملية الهضم. هنبدأ على طول بأول مكون في الجهاز الهضمي، الفم. أول مكون في الجهاز الهضمي الفم. فم mouth 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 m o u t h t h ننطقهم ث ث، بنقول mouth 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 m o u t h. تاني مكون عندنا المريء، ودلوقتي هنشرح ونقول كل جزء دور ايه بالظبط. المريء esophagus 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 esophagus. وعندنا هنا البي اتش بننطقهم اف، بنقول esophagus esophagus esophagus. بنقسم الكلمة esophagus 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 GUS. تالت مكون عندنا المعدة، stomach 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 stomach. والسي اتش بننطقهم كي، بنقول stomach stomach stomach. تاني معدة stomach stomach stomach. بعد كده الأمعاء الدقيقة small intestine small intestine small intestine. الأمعاء الدقيقة small intestine small intestine small s m a l l intestine i n t e s t i n e. بنقسم الكلمة i n t e s t i n e small intestine. حرف الـ A هنا بينطق O، بنقول small 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 intestine. الأمعاء الغليظة large intestine large intestine large intestine large l a r g e intestine i n t e s t i n e large intestine large l a r g e intestine i n t e s t i n e. كل الكلام ده بنقول على كل الكلمات اللي احنا اخدناها مكونات The digestive system. The digestive system. يعني الجهاز الهضمي. يبقى الجهاز الهضمي بيتكون من الفم، المريء، المعدة، الأمعاء الدقيقة، والأمعاء الغليظة. نستكمل بقى باقي الكلمات الموجودة في الدرس. بعد كده عندنا فضلات waste waste w-a-s-t-e فضلات waste. ملح salt salt s a l t. حرف ال a بينطق o،
سولت سولت اس اي ال تي طاقة انرجي 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 اي ان اي ار جي واي طاقة انرجي انرجي اي ان اي ار جي واي عضلة مصل 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 ام يو اس سي ال اي عضلة مصل 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 ام يو اس سي ال اي عملية الهضم digestion دي اي جي اي اس تي اي او ان عندنا تي اي او ان بننطقهم شن digestion دي اي جي اي اس تي اي او ان عناصر غذائية nutrients 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 ان يو تي ار اي اي ان تي اس تقسيم الكلمة عليه عامل كبير جدا في حفظها نطق وسبيلنج nutrients 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 العصارة الهضمية اللي هي عصارة المعدة بنقول عليها عصارة هضمية gastric juice gastric juice gastric juice gastric gastric وحرف السي في gastric بينطق كي بنقول gastric 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 juice juice بعد كده عندنا مجموعة من الأفعال اللي بنحولها لماضي بسيط زي ايه؟ digest digested كده أفعال منتظمة الأفعال اللي بنضيف لها دي أو اي دي أو اي اي دي علشان نحولها لماضي بنقول عليها أفعال منتظمة digest digested move moved complete completed remove removed chew chewed chew يعني يمضغ تاني تشو تشود تشود يغير تشينج تشينجد تشينج تشينجد يصل ارايف ارايفد ارايف ارايفد يخلط ميكس ميكسد ميكس ميكسد بعد كده عندنا مجموعة من الافعال بنقول عليها الريجولار فيربس افعال غير منتظمة يعني لما بنحولها لماضي بتحفظ كما هي زي ما الكتاب بيجيبها زي ايه يضع بوت بوت put put يذهب go went go went يأكل eat ate eat ate يأخذ take took take took يبقى لو عايزين نكون جملة تعبر عن الماضي هنستخدم الأفعال المصرفة في زمن الماضي البسيط بعد كده بقول لي important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر هامة ينتقل من إلى go from not to عايز اقول مثلا من المريء للمعدة هقول go from esophagus to stomach ممكن نقولها بطريقة تانية move from to move from to يزيل الفضلات remove waste remove waste يمضغ الطعام باستخدام chew food with chew food with طبعا with teeth بنمضغ الطعام بواسطة الأسنان chew food with يتغير أو يغير إلى change into change into change into شكل أبسط a simpler form a simpler form a simpler form يحصل على طاقة get energy get energy get energy نشوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده بقول لي look and complete the words انظر وأكمل كلمات أول كلمة stomach s t o M A C H تاني كلمة esophagus E S O P H A G U S تالت كلمة mouth M O U T H يبقى بنكمل الحروف الناقصة في كل كلمة لازم تبقوا حافظين كلمة نطق وسبيلنج بعد كده look and write the words انظر واكتب الكلمات أول شكل عندنا الأمعاء الدقيقة بنقول عليها small intestine يبقى هنكتب small intestine تاني شكل عندنا ملح salt salt تالت شكل عندنا الأمعاء الغليظة large intestine large intestine بعد كده بقول لي look and write انظر واكتب جايب لي الجهاز الهضمي بقى عايزين نعرف كل جزء اسمه ايه او كل مكون في الجهاز الهضمي اسمه ايه اول سهم جاي من الفم فم يعني mouth تاني سهم المريء esophagus بعد كده السهم التالت احنا ماشيين بالترتيب المكونات بالترتيب
السهم التالت على المعدة stomach stomach، بعد كده الأمعاء الدقيقة small intestine، الأمعاء الغليظة large intestine. نشوف الصفحة اللي بعد كده. بعد كده بيقول لي what happens، what happens يعني ماذا يحدث in our body، في جسمنا، when we eat food عندما نأكل الطعام. هنشوف بقى لما بناكل الطعام ازاي عملية الهضم بتتم. number one بيقول لي يمتد المريء من الفم الى المعدة، the esophagus goes from the mouth to the stomach. number two عندما ينتقل الطعام من المريء للمعدة العصارة الهضمية تهضمه. يبقى اول حاجة احنا بنضع الطعام في فمنا، بعد كده الطعام بينتقل من الفم الى المعدة عن طريق المريء، لما الطعام بينزل في المعدة بيختلط مع العصارة الهضمية. الكلام ده هنشرحه دلوقتي برضو. هنا الجملة التانية، عندما ينتقل الطعام من المريء الى المعدة العصارة الهضمية تهضمه. when the food moves from the esophagus to the stomach the gastric juice digests it، يعني العصارة الهضمية بتهضم الطعام. يبقى أول حاجة الطعام بينزل عن طريق المريء إلى المعدة، بعد كده الطعام بيختلط في المعدة مع العصارة الهضمية. إيه اللي بيحصل بعد كده؟ بيقول لي ينتقل الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة ليكمل عملية الهضم. food moves from the stomach to the small intestine to complete the digestion. يعني الطعام بعد ما المعدة بتهضمه، بعد ما العصارة الهضمية بتهضمه، بعد كده بينتقل للأمعاء الدقيقة، بيحصل إكمال لعملية الهضم في الأمعاء الدقيقة. طيب بعد كده بقول للأمعاء الغليظة مكانها فين؟ تلتف حول الأمعاء الدقيقة، يعني بتحيط بيها، تمتص الماء والملح من الطعام للجسم وتزيل الفضلات. يعني بعد ما الطعام بينتقل إلى الأمعاء الدقيقة ويحدث إكمال لعملية الهضم، بعد كده بينتقل للأمعاء الغليظة. الأمعاء الغليظة بتاخد من الطعام ده الملح والماء اللي بتمد به الجسم، والباقي بتتخلص منه في شكل فضلات. The large intestine is around the small intestine. It takes water and salt، بتاخد المية والملح from food من الطعام for the body. It removes waste، وتزيل الفضلات. الكلام ده هنشرحه بالتفصيل بقى في الصفحة اللي بعد كده. هنشرح بقى ازاي عملية الهضم بتتم، يعني ازاي من اول ما بناكل الطعام عملية الهضم بتتم. اول حاجة بقول له look read and track، انظر اقرأ وتتبع. بقول لي when we eat food، عندما نأكل الطعام. هنا طبعا هنا يعني المفروض ان بعد eat نكتب food، عندما نأكل الطعام. طب ايه اللي بيحدث بقى عندما نأكل بصفة عامة؟ هنا بقول when we eat، عندما نأكل. we use our digestive system، نحن نستخدم جهازنا الهضمي. to digest what we eat، لكي نهضم ما نأكله. يبقى بنستخدم الجهاز الهضمي علشان نهضم الحاجة اللي بناكلها، الطعام اللي بناكله. أول حاجة اللي بيحصل we put food in our mouth، يعني بنضع الطعام في فمنا. يبقى أول خطوة من خطوات الجهاز الهضمي ومن خطوات عملية الهضم إن إحنا بنضع الطعام في فمنا. بعد كده we chew food with our teeth، نحن نمضغ الطعام بواسطة أسناننا. طب إيه اللي بيحدث بعد كده؟ then ثم the food goes down the esophagus، بعد كده الطعام بينزل إلى المريء. it arrives in the stomach، ويصل إلى المعدة. يبقى بينزل من الفم إلى المعدة عن طريق المريء. in the stomach إيه اللي بقى اللي بيحدث في المعدة؟ the food mixes with the gastric juice، الطعام اللي بناكله بيختلط مع العصارة الهضمية اللي موجودة في المعدة. the gastric juice العصارة الهضمية changes the food into a simpler form، يعني العصارة الهضمية بتحول الطعام إلى شكل بسيط بعد ما بتهضمه، يعني بيبقى شكله بسيط إلى شكل أبسط. to get energy، بعد ما بتحوله إلى شكل أبسط، بعد كده الجسم بياخد بقى من الأكل ده to get energy لكي
تحصل على الطاقة and nutrients والعناصر الغذائية. يبقى بعد ما الطعام بينهضم عن طريق العصارة الهضمية، الجسم بياخد الطاقة والعناصر الغذائية من الطعام ده. بعد كده we need the energy، احنا بنحتاج الطاقة and nutrients in our body، بنحتاج الطاقة والعناصر الغذائية لجسمنا. طيب بعد ما بناخد الطاقة والعناصر الغذائية، ايه اللي بيحصل بعد كده للطعام الباقي؟ الطعام الباقي بينتقل الى الامعاء الدقيقة، the small intestine. طب ايه اللي بيحصل في الامعاء الدقيقة؟ بيحصل اكمال لعملية الهضم، وبعد كده الطعام بينتقل الى large intestine، الى الامعاء الغليظة. ايه اللي بيحصل في الامعاء الغليظة؟ الكلام اللي احنا لسه قايلينه، الامعاء الغليظة تستخلص من الطعام ده salt water، يعني الملح والمية، علشان تمد بيهم ذا بادي الجسم، وبعد كده باقي الطعام بتتخلص منه في شكل فضلات. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من شرح بارت 1 في ليسون 2 في يونت 1 من كتاب المعاصر. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.